نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يفرض الويكلو على جمعيه العام الانتخابي. وقرر فريق الرجاء الرياضي عقد جمعه العام الانتخابي اليوم الخميس دون حضور وسائل الاعلام سابقه من نوعها. وبرر الرجاء قراره حسب مسؤولين في الفريق بكون قاعة الجمع العام ما غتسعش جميع المنابر الإعلامية، إلى جانب رغبة مكونات الرجاء في إنهاء أشغال الجمع في وقت وجيز، على اعتبار أن الفريق ملتزم بخوض مباراة ديربي ضد الغريم التقليدي في نفس اليوم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وكتعتبر هذه هي المرة الأولى اللي غيمنع فيها المكتب المسير للرجاء وسائل الإعلام من الحضور الجمع العام، علما أن الجمع العام السابق 27 أكتوبر 2021 غابت عليه أيضا وسائل الإعلام بسبب كورونا، ورفض المكتب المسير الحالي بالتشاور مع الرئيس المقبل البدراوي تأجيل الجمع العام الجمعة المقبل بعد إعلان العصبة الاحترافية على برمجة الديربي في نفس اليوم، إلا أنهم قرروا تقديم توقيت انعقاده الثانية عشرة زوالا من نفس يوم الديربي بعد 10 ملايين سنتيم منحة إضافية من البدراوي للاعبي الرجاء لحسم الديربي. وأكد مصدر مقرب من عزيز البدراوي المرشح الوحيد لرئاسة فريق الرجاء أنه قرر تخصيص منحة 2 مليون سنتيم من كل لاعب كيسجل هدف في مباراة الديربي اليوم ضد الغريم التقليدي. ووضح المصدر نفسه أن هذا القرار كيجي لتحفيز لاعبي القلعة الخضراء على تحقيق نتيجة إيجابية والإبقاء على حدود الفريق الأخضر في التتويج إن شاء الله بلقب درع البطولة الوطنية. وكان البدراوي ضاعف منحة لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز في مباراة الديربي من 5 ملايين سنتيم لكل لاعب لعشرة مليون سنتيم. كما اجتمع البدراوي بلاعبي النادي الاخضر مساء اول امس الثلاثاء من اجل طمأنتهم بخصوص مستحقاتهم الماليه العالقه بذمه النادي، خاصه اشطر منح التوقيع اللي مازال ما توصلوش بها بعد. رضوان جيد حكم لمباراة الديربي وزوراق يقود الفار. واختارت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية الحكم رضوان جيد إدارة مباراة الديربي بين فريقي الرجاء الرياضي والغريم التقليدي ضمن جولة 25 من البطولة الوطنية، وكيتكون الطاقم التحكيمي اللي غيقود مواجهة الديربي اليوم من رضوان جيد كحكم الساحة والحسن أزكى وكمساعد أول ومصطفى أكركاد في مهمة المساعد الثاني. في المقابل تم تكليف عبد الرحيم الرخيص بمهمة الحكم الرابع، وسندت لجنة التحكيم الجامعة مهمة متابعة غرفة تقنية الفيديو المساعد الفار في مباراة الديربي اليوم للحكم عادل زرق مساعد زكريا برينسي. يشال أن فريق الرجاء غيصادف اليوم الغريم التقليدي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة 5 عصرا. بالأرقام الديربي تفوق الرجاء على الغريم التقليدي، وكيعيش الجمهور المغربي حالة من الترقب قبل الديربي اللي غيجمع اليوم بين الرجاء الرياضي والغريم التقليدي لحساب جولة 25 من البطولة. وفجرت الأرقام الفريقين بالديربي سبق الرجاء والغريم التقليدي وتواجههم 31 مرة في البطولة، حقق خلال الرجاء انتصار في 36 مواجهة بينما فاز الفريق الأحمر في 32 لقاء وحسم التعادل ديربي البطولة في 63 مناسبة، وسجل فريق الرجاء 110 الأهداف شباك الغريم في حين سجل الفريق الأحمر 104 الأهداف، وحقق الرجاء انتصار ذهابا وإيابا 5 المرات بينما حقق الغريم التقليدي الأمر في 4 مناسبات. وكتعتبر 3 الأهداف لصفر أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات ديربي البطولة، وخمسة لواحد في كأس العرش، وكلاهما حققهم الرجاء ضد الغريم التقليدي. أنيس محفوظ يكشف عن أمرين ندم عليهما خلال الفترة القصيرة التي ترأس فيها الرجاء. وقال أنيس محفوظ الرئيس المقرر مغادرة الكرسي رئاسة الرجاء الرياضي اليوم الخميس على هامش أشغال جمع العام الانتخابي أنه لو رجع به الزمن للوراء ما كانش غير ارتكب خطأين في تسيير الفريق الأخضر. وقال محفوظ أثناء حلول ضيف على برنامج تيكي تاكا اللي كيتمبتو عبر منصة التواصل الرسمية للفريق الأخضر أن الإخفاق اللي واجهوا في تسيير الرجاء هو نهج اللائحة اللي فيه إشكال داخل الفريق، حيث نظام الاستقالة كيخلق نزاعات أثرت على الفريق وخلقت مشاكل كبيرة. والأمر الثاني اللي أكد فيه محفوظ بأنه ما يكررش خطأه في حالة ما رجع به الزمن للوراء هو عدم اتخاذ قرار إقالة المدرب البلجيكي مارك فيلموتس بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه خلف التونسي سعد جرد الشابي. وبخصوص مستحقات فيلموتس بعد إقالته وضح أنيس محفوظ بأن المدرب السابق للمنتخب البلجيكي غيتوصل ب 200 مليون سنتيم وهي قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ العقد مقسمة على 12 شهر، بحيث غتنتهي شهر فبراير من سنة 2023. لأول مرة مستشير جديد بالرجاء بقيمة ملياري سنتيم، وتوصل فريق الرجاء الرياضي لاتفاق رسمي مع مستشير جديد من أجل احتضان الفريق الأخضر مقابل 2 مليار سنتيم لسنتين. وغينعش المستشير الجديد خزينة الرجاء في حال ما قرر عزيز بدراوي الرئيس المقبل التعاقد معه بشكل رسمي بمليار سنتيم في الموسم ومبلغ مماثل في الموسم اللي تابعه. وأكد أنيس محفوظ أن عقد المستشير الجديد جاهز وكينتظر التوقيع من قبل الرئيس المقبل بدراوي باش يكون أغلى عقد إشهاري في تاريخ كرة القدم الوطنية،
وغيوضع فريق الرجاء العلامة التجارية للمستشار الجديد في الجهة الأمامية القاميصو مقابل حصول الرجاء على 2 مليار سنتيم مغير في ميزانية مستشاري الفريق الأخضر وتفوق حوالي 3 مليار سنتيم. وكتعتبر هذه أول مرة غيقدم فيها مستشار جديد للرجاء مبلغ كيتقدر مليار سنتيم للموسم، إذ ما كانش كتجاوز عقود الاستشارة بالفريق الأخضر حوالي 500 مليون سنتيم بالنسبة للمحتدى الرسمي، ومبالغ أقل كيضمنها من باقي المستشارين. عصام الراقي انخراطي بالرجاء على علاقته له بترشح البدراوي للرئاسة. وفي تفاصيل الخبر كشف عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي على الأسباب اللي دفعته لتقديم طلب انخراطه في صفوف الفريق الأخضر، وقال الراقي في حوار خاص بأحد المواقع الإلكترونية أن فكرة انخراطه في صفوف النادي الأخضر راودته منذ وقت طويل حيث باغي يقدم المزيد لفريق الرجاء. واعتبر اللاعب الرجاوي السابق أن انخراطه في الفريق الأخضر ما عنده حتى علاقة بترشح عزيز البدراوي لرئاسة النادي، وقال بالحرف كلنا مع التغيير ودخل روح جديدة في الفريق، لكن خيراتي يهدف لتقديم الإضافة الرجاء قبل أي رئيس. وبخصوص تدوينتي اللي جا فيها أنا منخرط الآن وبعد سنتين يقدر يكون شيء آخر، وضح الراقي أنه ما كيفكرش في تولي رئاسة القلعة الخضراء مستقبلا بقدر ما كيطمح للتغيير في بعض النقاط الداخلية الفريق حسب تعبيره. يشال أن عصام الراقي حمل قميص النسور في فترة ممتدة ما بين 2013 و2018 وحقق مع النسور عدة ألقاب وإنجازات، كان أهمها المشاركة في كأس العالم للأندية واحتلال المركز الثاني بعد لعب نهائي ضد بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة لتحقيق لقب كأس العرش سنة 2018. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.